يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة في إسرائيل ليثير الرأي العام الإسرائيلي والأمريكي هذه المرة، فقد سخر نتنياهو في بث مباشر أجراه الأحد على صفحته على الفيسبوك من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتطرق نتنياهو في البث الذي أجراه إلى اللقاء جمع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت الشهر الماضي في البيت الأبيض، وقلد نتنياهو لغة جسد بايدن خلال الاجتماع ببنت، ملمحا إلى أن الأخير استغرق في النوم خلال الاجتماع معه. وعلق نتنياهو قائلا فيما أمال رأسه إلى الأسفل: سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية في هذا الاجتماع وأسقط رأسه في إشارة على الموافقة على حديث بايدن. وعلق الليكود على استهزاء رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق من الرئيس الأمريكي بالقول: خلافا للصورة المشوهة التي بثها وسائل الإعلام، لم ينتقد نتنياهو الرئيس بايدن الذي يعرفه ويعتز بصداقته لإسرائيل منذ 40 عاما. وتابع الليكود أن نقد نتنياهو كان موجها حصريا إلى نفتالي بنت الذي تحدث مطولا خلال زيارته للبيت الأبيض عن لا شيء. إذن يعود نتنياهو بعد أسابيع من الغياب بهذه الطريقة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.